بصي انا السنه دي متفائل جدا بالدوره، وبالتالي دوره فيها افلام كتيره جدا، فيها تنوع شديد، فيها احتفاء خالص بفلسطين بشكل اساسي، وده يساعدنا جميعا. واحنا قدامنا مهمه صعبه، لان احنا المساهمة بتاعتنا فيها 19 فيلم. 19 فيلم ده رقم كبير جدا، لانه في افلام مشاركه بشكل مباشر في مسابقه افاق السينما العربيه، وفي الافلام العربيه المشاركه في اقسام تانية في المهرجان، فبالتالي هي بتصب عندنا برضو في اختيار الجايز. فبالتالي بس ده هيدي تنوع كبير جدا في الافلام العربي بالذات اللي جايه من دول عربيه مختلفه. يعني بصي، معايير هي مش فيش معايير بمعنى معايير، هي بتبقى عشان كده لجنة التحكيم بتكون من كذا حد، عشان يبقى فيه كل واحد جايب خبرته. أنا مثلا خبرتي إن أنا بألف موسيقى للسينما، واشتغلت كمخرج أفلام وثائقية قبل كده، فالخبرة دي بتخش في اختياري، وذوقي بيخش برضو في الموضوع. فبالتالي لما بيبقى فيه ثلاثة، التجميعة دي بتبقى ليها مصداقية في الحكم على الفيلم، وبالتالي بنقدر نوصل لأكتر شيء فار يعني في اختيار الفيلم الفايز أو الجائزة، يعني اللي بياخد الجائزة. أنا شايف إنها يعني طبعاً إحنا المهرجان وقف السنة اللي فاتت عشان خاطر الانتهاكات اللي بتحصل في غزة، فبالتالي كان من الطبيعي إن لما يفتتح المهرجان يحتفى بالسينما الفلسطينية، وده أقل حاجة ممكن نعملها يعني.